والبهارات العدله مثل العاده، بخليها تنحمس لحد ما تطلع الريحه. بعد ما طلعت ريحه البهارات العدله اللي هي الدارسين، ورق الغار، الهيل، الزنجبيل، دائما احرصوا على قطع الزنجبيل الفريش اذا كانت لحمه حلوه معها. بضيف البصل، مكعبات البصل، بستمر بتقليب البصل لحد ما يذبل. وهنا عندي اللحمه مثل العاده، تعرفوني لازم اقل من غلوه، ما اخليها تغلي، بس شوي تطلع الريم فوق. هذا اذا كان فيها ريم، بوريكم اياها لونها ما شاء الله، اتوقع ما راح يكون فيها شيء. شوفوا تبارك الله، خلاص قربت تغلي. شوفوا انتم وصلنا المويه، انا ما بيها تقلب على اساس لو يكون فيها شيء ما يمسك. شوفوا تبارك الله، شيء لا يذكر. شوفوا اللحمه تخلصت من المويه اللي قبل، اللي المفروض انه يكون فيها الريم، بس الحمد لله طلعت نظيفه مره. اضيف لها الان مويه حاره وبخليها تغلي على جنب لحالها. ليش انا خليت اللحمه تنسلق لحالها؟ كان ممكن اني اجيبها هنا، لكن مستعجلين، يعني الخطوه انا سويتها عشان تعرفون اذا كنتم مستعجلين ولا ما عندكم وقت، تخلون اللحمه تنسلق لحالها وتصلحون الكشنه او الحمسه تنحمس هنا على راحتها، بحيث انها تاخذ وقتها بالحمس وتاخذ الطعم وبنفس الوقت تنسلق اللحمه، وبعدين بنضيفهم كلهم على بعض. الان الكشنه حقتي والحمسه الطماط بضيف لها، بسم الله الرحمن الرحيم، بضيف لها اللحمه مع المويه حقتها، مويه السلق يعني مع اللحمه، وبخليها الان تكمل سوا. عاد هنا بعد صار مغري اللحمه، شيكت عليها، باقي لها تكه بس. بضيف الان الفقع، فقع طبعا منظف ومفرزن مع القرع، ونفس الشيء بخليهم غلوتين يعني 5 دقائق لانهم بيستوون مع الرز. ليش انا ما ابي القرع والفقع ينطبخون اكثر من اللازم؟ لانها بتنطبخ مع الرز، ما بيها يعني تنهري بالطبخ وتتفتت، حلاوتها كذا متماسكه. نضيف الرز بعد غسله ونقعه بالمويه شوي،